قال رئيس البنك المركزي الألماني قال إنه يجب على البنك المركزي الأوروبي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى إذا كان من المتوقع حدوث ركود في ألمانيا، مضيفا أن التضخم سيظل مرتفعا طوال عام 2023. وفي مقابلة مع إحدى الصحف الألمانية أوضح أن توقعات التضخم قد تدهورت أكثر في الوقت الذي قد تتجاوز فيه الأسعار 10% في ألمانيا خلال الأشهر المقبلة. وعلى صعيد آخر، توقع رئيس البنك المركزي الألماني أن يشهد اقتصاد ألمانيا ركوداً خلال فصل الشتاء إذا استمر تفاقم أزمة الطاقة نتيجة للاضطرابات في إمدادات الغاز الروسي.